عليكم. يا زين كله خير. والصلاة والسلام على رسل الله جميعا. الحقيقة احنا عايزين نتكلم ان السلام المجتمعي الحقيقة ان هو لازم يكون هدف كل حد مننا، لان بيئة السلام هي اصلح البيئات للانجاز، اصلح البيئات للارتقاء، لان طالما في شقاق، طالما تشتتت وتبددت الطاقات ولا مجال الانجاز. عايزة اشارككم تجربتنا في مصر. احنا حصل تعاون بين وزارة الاوقاف والمجلس القومي للمرأة، عملنا فيها مبادرة اسمها معا في خدمة الوطن. وتكرارا حبا في القلوب ازهر، نحيي قدومكم ميمون رئاسة شيخنا الاكبر. مرحب موردا اهنى باهل العلم نتذكر، سلاما تتلوه آيات مبلغ بالحديث وأسف، ومن وجدان شعبنا الطيب إلى مصر. أهلا وسهلا بحضرتك، الاسم حضرتك؟ اسمي إكرام صديق. مين؟ إكرام. إكرام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أنا طبعا سعيدة أن كنت موجودة في الدرس بتاعي النهاردة. أسعد إنسان أنا أقعد أسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، أنا أفضل أكون مطر فيه وأعرف حاجة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كده. ربنا يبارك لك. في نفسي أنا أفهم أي حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أفهم الحياة اللي عايشة للرسول عليه الصلاة والسلام واحترامي معاهم. يعني كنت سعيدة النهاردة في المحاضرة، وكلمنا عن سيدنا النبي وازاي كان بيحب المدينة ووطنه ومكة. أي حاجة جديدة أنا كون أنا لقيتها كان لقيتها. الحمد لله.